أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ضد النسيان. هنالك عبارة مشهورة في كتب الأوليين تقول: حكايتي عبرة حق لها أن تكتب بالإبر على مآقي البصر. فالحكايات الجيدة تكتب بالإبر. استعدت هذه العبارة وهذه الصورة الجميلة جدا وأنا أقرأ الرواية الإيطالية لحلم ماكينة الخياطة للكاتبة الإيطالية بيانكا بيتسورنو، والصادرة عن دار المتوسط، ترجمة وفاء عبد الرؤوف البيه، حيث تتقاطع الخياطة كفعل مع فعل الكتابة بشكل آسر. ستحظى بمتعة هائلة وأنت تقرأ هذه الرواية، لأنك بتكون بصحبة خياطة تعود إلى القرن 19. هذه الخياطة البسيطة والمتواضعة تتمكن من دخول هذا المجتمع المغلق، من بيوت الفقراء والمتواضعين جدا إلى الطبقات الأرستقراطية. كنت أتساءل حول تلك الدقة والتمعن في رتق الأقمشة، في توليفها، في خياطتها، في تحويلها في كل مرة إلى شيء مختلف. الأقمشة اللي ممكن تتحول إلى مفارش أو ستائر أو كراسي أو تتحول إلى فساتين أو ملابس للرضع، كل تلك التفاصيل الصغيرة في تحويل الأقمشة إلى أشياء جديدة ومختلفة، وكأنما تتقاطع مع فعل الكتابة والكلمات اللي ممكن خلق نصوص مختلفة منها في كل مرة. وأيضا الأثواب ما أن تتهالك وتصبح رثة، إمكانية تحويلها أيضا لشيء جديد، كما تلك الأفكار القديمة اللي عبرت بيننا منذ آلاف آلاف القرون وما نزال نعيد استخدامها بصيغ مختلفة. لقد وفرت الخياطة لبطلتنا في هذا العمل الحماية من البرد ومن الجوع، من أن تتحول إلى خادمة، لأنها كانت قادرة على أن تدفع إيجار الشقة اللي تقطن فيها. وفرت لها الخياطة فرصة لتعلم القراءة والكتابة، لأنها تعرفت على فتاة تقترب من عمرها، وفرت لها المجلات والكتب والروايات المهمة، وعرفتها أيضا على أهم مجلات الموضة التي كانت متواجدة آنذاك، وعليها أهم وأجمل الفساتين اللي كانت تغريها بتصميمها. فعل الخياطة كان يدفعها إنها تدخل العديد من بيوت الأثرياء من مستويات اجتماعية مختلفة. فعل الخياطة كان يجعلها كائن صامت لكنه قادر على التقاط الكثير مما يحدث من أسرار غامضة، كشفت لنا الكثير من التفاصيل الصغيرة التي كانت تدخل أو تدور في البيوتات التي كانت تزورها، ولكنها ظلت صامتة إلا عندما كتبت هذا العمل، فقد دونت لنا كل تلك الأسرار التي باتت متاحة. أردنا أيضا الوضع الاجتماعي المتعلق بالخياطة، إنه الخياطة كان ممكن تكون مجرد خادمة، أو ممكن أن يعني تحذو حذو جدتها اللي كانت مستقلة دائما في شقة بعيدة عن بيوت السادة، لأنها تعرف أن مجرد الدخول إلى هناك قد يعرضها إلى الاستراء، ممكن أن يعرضها للانتهاك الجسدي، أو يعرضها أيضا لأن تكال إليها التهم كما حصل لبطلتنا أيضا. أعجبتني أيضا تلك المفارقة، إنه الملابس تستطيع أن تحولنا من كائنات من لحم ودم إلى سادة ونبلاء إلى فقراء. الملابس كانت تعطينا أحكام اتجاه الناس اللي ممكن نقابلهم في الطرقات، إلى أي مستوى أو إلى أي فئة اجتماعية ينتمون. الملابس كانت تشكل شكل اجتماعي مهم في القرن التاسع عشر، ولذلك فإن المرأة اللي لبست ملابس كانت تناسبها وهي تركب الدراجة لاقت العديد من الانتقادات. وأيضا بطلتنا لما كانت هي زبونة لإحدى السيدات الراقيات، ولما أعطتها الملابس ما أن قدمت وقررت هذه الخياطة أنها تلبس ملابس سيدتها، أيضا كان ينظر إليها أنها تتشبه بالسادة أو تتشبه بطبقة لا تنتمي إليها.
اللافت أيضا هو البعد الحميمي اللي الكاتبة خلتنا نحس فيه تجاه الخياطة، إنه الخياطة ترافق حياتنا منذ الميلاد وحتى الموت، ولذلك كانت البطلة الخياطة تروح عند صديقتها الماركيزة ما أن علمت بنبأ الحمل، وتصور أنها تجلس 7 أشهر تحيك أدق التفاصيل المتعلقة بالطفلة القادمة إلى الحياة. وأيضا لما الدون أردانو آن أوان موته فقد طلبت أيضا إنها تشتغل على البساط الحريري وإنها تضع عليه الشرائط بشكل لائق من أجل تحضير الجنازة، كأنما الكاتبة تريد أن تقول لنا إنه الخياطة لا تنفصل عن أدق تفاصيل حياتنا منذ لحظة الميلاد، منذ المنسوجات الصغيرة جدا وحتى لحظة اللحظات الجنائزية الأخيرة. هذه الرواية بطريقة أو بأخرى رح تثير ذكريات في كل واحد منا، لأنه أنا أمي أيضا كان عندها ماكينة خياطة، وجدتي أيضا كانت تخيط السراويل ذات الغرز الصعبة جدا يوما ما، وأكيد كلنا يعني نرتبط بشكل حميمي مع فعل الخياطة اللي كانت تقوم فيها أمهاتنا والجارات لما كانوا يجلسوا في المزرعة. فهذا الفعل يبدو واجد آسر، واجد حقيقي، ولكن الكاتبة تشير إلى أنه الآن لم يعد أحد يطلب الخياطات إلى البيت، وهنا نشعر بالقسوة الشديدة إنه الناس الآن بدل ما أنه يكون هنالك ثوب يحاك لأجلها، فالجميع الآن يذهب للتسوق ويشتري ملابس قد تكون يعني فقدت بصمتها الشخصية، وصارت هذه الملابس معدة للجميع ولأجل الجميع. استطاعت هذه الرواية بذكاء شديد، بحساسية عالية، أن تسقط تلك الملابس والأزياء على أوضاع اجتماعية، على مشاكل طبقية هائلة جدا كانت تسردها بخفة، ولكنها تخفي تحت طبقات الحكي الكثير من المآزق الإنسانية. وكما يبدو فأنا سأحتفظ طويلا ببطلتي الأثيرة وبتلك الجملة: ليحدث ما يحدث، فنحن مجرد أوراق جافة في مهب الريح. إلى هنا أكون قد وصلت معكم إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي في أعمال مقبلة، والسلام عليكم.